كسر مهبولة راح عليك من الغمة إيجا تفرج في اللمة ضحك وتفريك مش لغة بوليتيك لما عالمية ليلة عالوطنية كعدايا سر مزيانة زعبي إيجا بحضانة فن وثقافة ما ننسوش الكورة الوطنية اثنين كعدايا سر مهبولة فن وثقافة ما ننسوش الكورة الوطنية اثنين كعدايا سر مهبولة اهلا وسهلا عسلامة مرحبا بكم انتم في اللمه وحاضر بحضنا اليوم في قعدتنا في لمتنا معنا معز التومي. معز التومي شويه تصفيق شويه جو تخي تخي بيان معنا مهدي ارتوام باش 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 تصفيق ومعنا ايمن المجري سكولا سكولا يس عرفتها شفت كيفاش ما ننساش باهي مرحبا بكم يا جماعه نورتونا معز من اللي جا هو يقول محلاه القعده محلاه الصالون محلاه الديكور يعطيك الصحه سهام خربيش اوكي يزلع فيا ميرسي يعطيك الصحه سهام خربيش على على الديكور الاكسسوار دو لوردينير اي تري تري بيان ايوا التجربه في التنشيط الاذاعي نعرفوك ممثل ومسرحي وممثل في دراما سينما فوالا سي سا دونك مشيت للتجربه الاذاعيه بعد اونتر غيومي وسامحني في الكلمه معناتها ما مشيتش مليح التجربه التلفزيونيه التجربه فاشله فاشله جوست فوالا ما غير سامحني في الكلمه فوالا نحب نكون هكا شويه ياسر دبلوماسيه لا تجربه خايبه في وقت خايب تو سامبلومون علاش 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 تفاشله على خاطر ساعات واحد يغلط يعمل يظهر خاطر ماك تعرف واحد كيبدا معروف في حاجه معينه ويبا ايسيي حاجه تجربه جديده سورتو تنشيط تلفزي وهو ماهوش في ليميسيون دو جو ويبدا بيميسيون دو جو ما سيتي با سا دو تو دونك ندمت عليها حتى كليت البصل تي مش مش دو توت فاسون حتى لو كان ما مشاتش مليح اما بالنسبه ليك تولي تعرف انه هكا شنو تنجم تنشط معاك تضرك اكثر من اللي تنفعك تجربه كيما هكا فيش ضرتك ضرتك كونك العباد في عوض يعرفوك كوم انيماتور في الكولتوريل في الجو في لي فاريتي في كذا شافوك في حاجه حكموا عليك فيها وممكن يفوق يعني قعدت برشا وقت باش نجمت ان جاراش باغ اكزومبل لا كونفيرماسيون اون تونك انيماتور بالراديو يعني سيتي با فاسيل اما باقي الراديو الراديو ماهيش تيلي تو في الراديو واحد ينجم هكا يبدا ديكونتراكتي اكثر ماخو راحته اكثر يدخل اكثر مع العباد التلفزه فما حتى شكلك معناتها العباد نجم تحكم عليك بالشكل تظهر انت ديما في دور القطعه سامحني في شفت محلاه ديما سامحني ديما في الدور هذاك في المسلسلات خاتي وين الالبان يا ولدي خلينا نكمل السؤال عاد قلت لك ديما تظهر في الدور هكا شرير شويه وصعيب وطول تمشي لتفدليك والجو حتى الكوتي هذا زاد صعب راهو كونه العباد تقبلك ما يعرفوش اون فيت ساعات راهو الممثل تيلمون كونت اون في دي رول من النوع هذايا وينجحوا الادوار هذوكم العباد لا غالب يعني ما تفصلش بين الشخصيه وبين الادوار ويقعد ديما ليماج نتاع الممثل او اذا معز تومي صعيب ساعات حتى الانتربيلاسيون في الشارع يقول لك ما سلمش عليه بالك شي مزني ولا حاجه دونك اما سينو معز تومي يقول ويدخل ويعمل جو ويعمل كيف معز تومي وكنت نتصور اللي تنجم تمثل الشخص معناتها حتى الانيماتور ممثل معناتها شويه يخرج من طبيعته اكيد الانيماتور هو ما ينجح الا ما يكون الامام يعني هو يكون فوالا يعني يكون اما ساعات تنجم تتقمص حاجات معناتها في ضحكه في فديكه في معناتها نورمالمون كان يعاونك سي نورمال بيان سور باهي تجربتك الاذاعيه احكي لنا عليها شنو زادتك للمسيره نتاعك معز تجربة مهمة برشا سيتادير يعني موعد يومي مع العباد اللي تسمع فيه كوتيديانمون كل يوم عندك ايميسيون كل يوم فما كونتوني جديد دونك يعني تجربة حلوة برشا اللي تخليك نقولوا احنا تو ديفلوب ان اوتر سافوار فير فهمني وسورتو يعني فما اون تري غروند اونيتي مع البوبليك فرحان بيك على الاخر سيف اليوم سي با غراف خذ راحتك قول دونك لونيتي هذيا تتخلق كونه عندك اون غولاسيون تضحك ياسر ماك تعرف لونتين ما فيش برشا ما فماش ليماج دونك فما كو لا فوا انت واش تعطي فوالا اكزاكتومون دونك نعتبروها تجربة ناجحة لانه اليوم عند الجرون بوبليك ما فماش حتى حد ما يعرفش عزوزه شو اللي هي برنامج يومي على اذاعه اي اف ام فيه كيب حلوه فيه دي روبريك فيه يعني لي كونستروي اوتور دي انفيتي
دونك اليوم اون بارل دون ايميسيون راديو الناس كل تعرفها سي با فاسيل باش برنامج اذاعي في راديو يعملوا مقارنه بينكم وبين خلينا ما مش باش نذكر اسم الاذاعه الاخرى الخاصه ما يعملوا مقارنه بينكم بين الاذاعه هذيك ومعناتها وعلى مستوى الكونتوني نتاع برامجكم على مستوى حتى تفادليك حتى هو الديفي كان كبير برشا لانه في عامين برامج في عامين نقولوا احنا في اون امبلي فيها الجريم تاع لونتين عملنا مونتي قويه ياسر ونجمنا نقلعوا بلاصتنا في المرشي نتاع الراديوات اللي هو فيه تقريبا 30 راديو. الاول نوتوريتي ويماج ومن بعد كي توا نخموا على التحديات. تويكا احنا اون غرينيوت بوغ لا بروميير بلاس يعني في البوديوم فهمني قاعدين ننتشوا طفي روحك قاعدين ننتشوا في بلاصه الاولانيه يعني مش ساهل فهمت. اي تري بيان ان شاء الله بالتوفيق ليكم مهدي ارتوميات اهلا 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 مرحبا التجربه كيفاش لقيتها؟ تجربه في اي اف ام ولا ارتوميات؟ والله هي الخدمه مع معز خلينا نحكي على معز اللي كان يحكي فيه بالحق تبدا عندك روبريك ولا ايميسيون كيما عزوز شو كل يوم عندك علاقه مع العباد اون ديريكت وتلقى دي كومونتير على الفيسبوك والعباد تحط جيم على الخدمه نتاعك هذيك راهو تفيد الارتيست كو سوا معناها ممثل ولا شنو تزيدك ولا. انت؟ زيد تعرف الارتيست بالعباد شنو ينجم يعمل كل يوم كي تتبع وتتبع الروبريك نتاعو تزيد تقوى الايماج نتاعك عند توريك زيد لو فغي تالون على خاطر هو قاعد كل يوم يكومبوزي في روبريك بالموزيكا ايمن وهو سي اون كومبوزيسيون كوتيديان يعني اوتور دو لانفيتي ولا اوتور دان سوجي مش ساهل في ايميسيون شوف يعني نقول انا القوه دو ليميسيون هي لا برودكتيفيتي اي لا كرياسيون كوتيديان شنو هي تعطي كل يوم كل يوم تكتب كل يوم فما موسيقى جديده كل يوم فما ديزانفيتي جدد مش ساهل كل يوم ايمن كيفاش تعمل كل يوم كل يوم الحبل على الجراره سي با اوسي فاسيل كو سا معناتها باش تجيب حاجات جدد وتعملهم تعبك ان سيغتان مومون تحس روحك تطيح شويه ما تطيح سي نورمال كيما اي عبد معناها فما دي وي دي با اما ديما عندك كل ما تدخل كل ما عندك فما ديفي سنيك فما فما ديفي جديد لازمك تخرج اغنيه كل يوم على انفيتي دونك تحدي في حد ذاته الانفيتي اوسي تو بروفوك زاد باش تكتب حكايه جديده على خاطر كل انفيتي نوع السوسيال تاعنا زاد تجيب لنا حكايه العيشه تاعنا كل يوم تجيب لنا حكايه به نخرج شويه من الحديث وندخل شويه هاي. في الاغناء انا سايب باش نروح باش نروح على روحي شنو تختار تيتر حكاية تغني صدع شبيك يا ودي مازالنا قاعدين مازال بكري غنيو شويه ليه مزروب خاطر عنده ما يعمل من بعد شويه شكون غالب التزامات ماك تعرف انتو تيست 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 نعمل جينيريك نتاع على زوزة شو مثال شيء ايه؟ لا نجم نعمل ديديكاس نجم تعمل ديديكاس نسلم على امي بوسيت لامك نسلم على اصحابي كل في باب الفلة نسلم عليك بيزو ونسلم على اصحابنا اللي في عزوزة شو زيادة الكل كيما مالك الجارس المعد هو موجود معنا التحفور نتاعنا اللي تعب برشا اللي ما حبش يدخل معنا في البلاتو حشم عدى في البلاتو وخرج مثال سليم الحريسي زاد نسلموا عليه برشا سليم سليمان المخرج حمدي داترش اللي معانا في الفيديوهات كل شيء شكون نسيت يا ربي هاني سماحة سي كاريكاتوريست هاني سماحة سي طبعا سليم سليمان المعلم كان سيتي فوالا سيتي مينيون على خاطر هو جايب كراسه معاه وجايب ورقه هكا وفيها من قبلي هو ينوتي يكتب ونقول له تكتب يا ولدي وهو يكتب في الاخر والله يعطيك الصحه محلى لي زيليمون تاع عزوزه شول كلهم والله من غير مبالغه ليميسيون فيها ايكيب حلوه برشا كلهم دي جون والكل تو الموند في تو سيتادير سليم سليمان يمثل يكومبوز يعمل دي فوا وهذا يظهر من بعديك كله في اللونتين معناتها يظهر في خدمه غير يظهر فما بوكو دو بيرسوناج فما جو مزيان تو انت ابار لامبروفيزاسيون اللي برشا تصير برشا امبروفيزاسيون في وسط استوديو اللي برشا يسخيلونا هي مكتوبه ولا اللي هي بالحق معناها حاجه تخرج من جونا اللي قاعد يصير في الاوف هوبيد وقاعد يصير في الاون ساعات نبداو مع ساعات نبداو معيناش راهو ايو فينالمون سي بون فوالا عادي فريق بثنين شنو باش تغني لنا توا مهدي جاست دو ات زيني جاست دو ات جاست دو ات برانشا مع احلى الراديو هون الناس الكل برو مش هو هيدا زوزة شو هيدا ارتوميات جاست دو ات برانشا مع احلى الراديوات ودي ناس الكل برو مش هوات الى زوزة شو هذا ارتوميات يوميات جاست دوت 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 دو
البرا نسمع احلى الراديوات يوات 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 والناس الكل برو مش هوات اذا زوزا شو هدرت يوميا 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 وني جو القعدة بلا الشعدة ديما حفالي ولا باس لا سياسة ولا حزاب تساسي ولا كراسي وكذب على الناس ديما بحذانا نانا في الخنر دخلت البي ناس خرجت معزة تومي ايه شو لسن تومي دوات تبرن شمعة احلى الراديوات وني ناس الكل برو مش هوات العزوزة شو هذر توميات يوميات يوميات just do it do it do it do it تبرا نسمع احلى الراديوات يوات 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 وني ناس الكل برو مش هوات 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 العزوزة شو هذر توميات والله ميت ميت ومعنا المحرسي انيس ديما يصورنا كوميك ورقه وستيلو ديما يقيس والله نسخالو السنديك ومعنا خومي قالو بضمارو يمرض في الببليك امبارو طاح الهريزون تبرا نشمع احلى الراديوات وني ناس الكل برو مش هوات العزوزه شو هدر توميات يوميات يوميات دوات دوات تبرا نسمع احلى الراديوات وني ناس الكل برو مش هوات 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 العزوزه شو هدر توميات يوميات يوميات ومعنا سليم سليمان عازف جيتار وفنان مخرج خاجش كي يخرج عنده فلس في عود لسان مالك الجارس حارس مجوج بتليفوناته منرفز عالضيفة طفاته خيوط مخو ماتو جاز دوت تبرا نسمع احلى الراديوات وني ناس الكل برو مش هوت 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 العزوزة شو هدر توميات يوميات يوميات جاز دوت تبرا نسمع احلى الراديوات وني ناس الكل برو مش هوت العزوزة شو هدر توميات يوميات يوميات ومعنا حمدي لا ترش لا يسمع ليلى يقرقش بالكاغد لحرش بالليني بيع التصويرة ومعايا يمن سهولة فن لا ينفض رصيده ينطق في الجيتارة بيدو دوري مي فاصول لسي دوت تبرا نسمع احلى الراديوات وني ناس الكل برو مش هوت هذا زوزا شو هذا توميات يوميات يوميات جاز دوت 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 تبرا نسمع احلى الراديوات يوت 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 وني ناس الكل برو مش هوت 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 هذا زوزا شو هذا توميات يوميات يوميات جاز دوت هذا زوزا شو نهدو نهدو وان الناس الكل برو مش هوات هاد عزوزة شو لهذي لما تو برافو برافو شكرا الجمهوري شكرا الجمهوري الحبيب لو كان يجيبوا لك كوميسيون اخرى المره الجايه شنو شنو تعمل تكمل ساعه في الاذاعي ولا تمشي للتيلي وكان باش تمشي للتيلي شنو هي الميسيون اللي تنجم في التيلي فاريتي فاريتي نخمم في فاريتي نخمم ما تخافش ما تخمم حال الصباح ما تخافش لا ما نخافش توا جي استنست مش حتى استنست عملت برشا غلط دونك من الغلط هذيك توا نعرف سكيل نو فو با فير اي دونك اما في المونتاج طلعت باهيه تجربه شفت كيفاش بيه حتى بيه حتى كي عملنا فيها صحيح. حويجه مش هي في الاخر تعلمت افيك ان بون كونسيبت مودرن و ونجم نعملوا فاريتي افيك لا ميم ايكيب تكون اكيد اكيد تكون ناجحه اكيد باذن الله ايه هكا هو ان شاء الله تنجم تكون اسمها جاز دوت تنجم تكون في الوطنيه الثانيه شوفوا ريبورتاج المعز التومي ونرجعوا مع الوطن الاثنين الليلة الدوسيات يكونوا عندي مدهم بس يسخير من الدار نقلبها سفيعة عليها يعيشك سي عبد الباري خليني نسلم عليها حتى من البعيد البلاد ما يتخبى فيها شيء أو على قريب يدور الدولاب غير حضروا رواحكم جمع بين الكتابة والتمثيل والإخراج والتنشيط حقق جزء من طموحاته لتبقى أهدافه كبيرة آمن بأن العمل الفني سلاح ذو حدين قد يمنح صاحب الشهرة لكن قد يضيع في طريق مليئة بالحواجز
رغم ذلك يعترف بأنه الجبل الذي لا تهزه ريح. معز التومي عرفناه في الدراما التونسية من خلال عدة أعمال نذكر منها الليل البيض سنة 2006، مسلسل بين أثنية سنة 2007، مسلسل مكتوب، مسلسل من أيام مليحة، نجوم الليل، الأستاذة ملاك، دار لوزير، من أجل عيون كاترين. في المسرح قدم عديد الأدوار من أهمها مسرحية فركة صابون مع الفنانة عزيزة أبو الأبيار، فأبدع في تجسيد دور العجوز واللي منها استوحى فكرة نانا في برنامج عزوزة شو على راديو إي إف إم اللي تلقى نسبة استماع كبيرة من قبل المستمعين. ما تخلينيش حتى قتل على القلب قيل فما قيل الأول ولا مزين شنيا قريب الأول ولا مزين مدى بيت سنتين تحيحاح من الليل نصبية كش الأول الأول قد تلوت العصر مسلك قال الله أكبر وتقول الأول العصر قل لي قوم قطار مان يا حلومة احنا بيناتنا فلوس يا حلومة يا تحفونة يا أبن طفلة في الحومة. واللي لاحظوه أنه معز التومي عنده طريقة مختلفة استطاع بها المنشط والممثل أنه يشد انتباه الجمهور، فأحبه الكثيرون بشخصيته التلقائية اللي ترسم الابتسامة على محيا متابعيه، وبذلك قادر على أنه يثبت نجاحه في الكوميديا كما في الدراما. هو ديما الشر أسهل سبحان الله. مرسي سيف، كنا نحكي وانا معز قال لي اول مره محليه مسلسل سمحني تيتر بين اثنين، قال لك اول مره نمثل نسم ليح حكي. قلت له ما اسهل نسم ليح ولا ميرك دور نسم ليح ميرك عليه ما تتوقع هكا جوست مش كومبوزي خاطر ما فيش خاطر برشا خدمه نسم ليح معز في الدنيا نسم في الادوار اللي قال لك شرير ادوار الشر هي تكون بروتاغونيست على الغالب الادوار الشر ليه خاطر الدينامو نتاع اي حبكه نتاع دراما نتاع مسرح تو ترجع باغ اكزومبل حتى للتياتر كونتمبوران تلقى لي بيرس لي غران بيرسوناج اللي تعملوا ولا الشخصيات العالميه كيما ياغو في اوتيلو شكسبير ولا تلقى يعني ديما تلقى ادوار شر هو اللي الدينامو نتاع الحكايه هو اللي يخلق المشاكل في المسلسل دونك اون جينيرال ديما رول برينسيبال. باهي انا مش نخرج شويه من الفن والتجربه الفنيه والتمثيل والواحد وكل باش نمشيو شويه للغناء. قالوا لي صوتك مزيان برشا معز اللي قال لك بيكذب عليك. مالا انا باش نشوف على المباشر باش نشوف بالحق صوته مزيان ولا لا وانتم احكموا معايا مثال شكلها شلون تختار باش تغني لنا. الله ربي يهديك والله تو انا في كل ايميسيون نمشي لها نولي نغني تري تري بيان حلو عجبتني والله مانيش في الحسبان هذا شنو نعملوا تغني تحفظ الثوام حاجه صعيب غنيه انا تنسي بدا نغنيو مع بعضنا خلي هو يغني وانا نغني معاه خلي ارتوامي يغني وانا نغني معاه امان ليه امان عاد شنو اللي عاد فسد لي فسد لي يا كيكا ليه عاد تغني لنا غنيه به قبيلي كنت تغني في ام كلثوم انا كنت نغني ام كلثوم شو سمعتك بوزني نسمع فيك نعمل اغنيه على الطاير صافي ساعه باهي به راح اغني الو الو في دوريمي فاسول يا ربي يا ربي به حاجه ملي تغنيهم حتى في بيت البانو نورمال في بيت البانو به احس براحك في بيت البانو داوش احس براحك في بيت البانو اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش بعيلتي نتوجع معلم ويقول لي معلم الله الله صحيت الاولادك غنيتك بالبرش غنيتك بالدوش بتغني هكا ما فما ايكو يبدا هادي جوينيا هادي جوينيا هادي جوينيا ما تفحونيش هادي جوينيا يا جماعه شكون يعرف تعرفش شكون يعرف تيان تيان باهي اوكي مش مشكل تحيه اللي غناها و ان شاء الله هادي جوينيا قول لي هادي جوينيا باهي هادي جوينيا تري تري بيان ميرسي معز غنينا حاجه اخرى تحكي بجدك يا ودي عندك مهدي ارتوان لا والله العظيم
غنينا حاجة قالوا لي ما حلاه صوت خايز غالي هاو مهدوش باش يغنينا شوية تنغني أنا خد بالك عندك كرتومية نخرج خاتيني ياك هاو مادام جاي نعملوا حاجة أخرى حاجة أخرى في تونسي في الشرقي شنو؟ عملنا بعت لي جواب تيلي بعت لي جواب سي هذيك سجلتها سينجل على روح نعملوا اي فنانين الكبار الكل يعملوا هذيك كيفاش غنيت على الرياح واللي جرح لي عيني هذيك كيفاش تبدا هذيك؟ عايش من غيرك مش تبقى الصيحه عايش من غير امل في حبك تعذيب ودمعي من اجلك عايش من غير امل في حبك تعذيب ودمعي من اجلك واللي جرح لي عيني انك ما تسألش عليا واللي زاد على ما بيا واللي زاد على ما بيا يا ناري ما زلت نحبك جميل جميل شوف كيفاش شوية هكا تلقاوه تلقاوه عامل ايميسيون يغني فيها واموره واضحة علاش لا هكا والله واحد مازال ما خداش فرصته في التنشيط التلفزي والله بشوية بشوية شكون يعرف سالش ربي كريم ورحمته واسعة ناوي يجي ناوي دون فرصة بديت نخاف على بلاصتي انا الراجل دايما في ليه 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 ما فماش نجاح 100% كل انيماتور عنده جو كل انيماتور عنده ستيلو كيما في الدنيا عنده فما حاجه فما حاجه كي كوم دون لا في كوم دون لا في مش كل شاب ولا بعض مش بالحراره تبربر بالبرور تبربر بالبرور احنا لما تو عملت فاز قبيله ايه نجربوا ايه ترى نجربوا ارتوميات ارتوميات اما راهو ما زلت ما بربناش نرموطه ونخرج من الاستديو نمشيو للكوان على الكوان في نعملوا فيه شوي شوي تبربوا في سانتاج اهلا وسهلا يا مستمعين ارتمية تعلم وفين اهلا وسهلا يا مستمعين في الوطنية اهلا وسهلا يا مستمعين ارتمية في اللمثين اهلا وسهلا يا مستمعين عزوزة في الوطنية محلاها المذيعة مش كي معز بالصلعة تلق الخطة المطيعة لمن لا يجرؤ فقط محلاها المذيعة مش كي معز بالصلعة تلق الخطة المطيعة لمن لا يجرؤ فقط اهلا وسهلا يا مستمعين ارتمية في اللمة اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين في الوطنية اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين لعزوزة شوف اللمة اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين في الوطنية اثنين كي تقدم محلاها احنا شواطن هي مليكة وتقدم فعقلها ما على بالهش بالهيكة كي تقدم معقلها احنا شواطن هي مليكة وتقدم فعقلها ما على بالهش بالهيكة اهلا وسهلا يا مستمعين ارتمية كل ما اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين الوطنية اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين لعزوزة شوف اللمة اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين في الوطنية اثنين الحقيقة فرحوا بينا جابوا لنا الماء من البلاتو سهام متسربي فينا ناقص يجيبوا لنا الجاتو الحقيقة فرحوا بينا جابوا لنا الماء من البلاتو سهام متسربي فينا واللمة في اللمة تو اهلا وسهلا يا مستمعين لعزوزة في اللمة اهلا وسهلا يا مستمعين في الوطنية اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين ارتمية في اللمة اثنين اهلا وسهلا يا مستمعين عزوزة شوف الوطنية اثنين ها ها سمس بيك بص في بيليك قال لي
وليدة اللحظة. شو جيبهم معنا الجماعة؟ ليه يسركون وسمباتيك ومخلين الجو؟ أنا نجيب وأنتم تجيب. أنا نقدم خطوة وأنتم تقدموا خطوة. نتلاقاو في الوسط. ميسال شكون يعمل لك نعمل ميسيون آخر جملة واحدة. والله مرحبا بيك توت فاسون كي تفد من الوطنية سنين جا الإيفا. لا ما نفدش دارنا، دارنا ما نلقاش، دارنا ما نسيبهاش. الدار الكبيرة عادة هذايا. فركة صابون والجو مع العزيزة بولابيار. فركة صابون. باهي مع كل احتراماتي على عزيزة بولابيار ويا عزيزة كيف ما قالت لي هي ما تعيطليش لا تتا ولا تعيطلي مدام عزيزة، يا عزيزة ماشي نقصد في حد شيء، راهو جوست سؤال بريء جدا. عزيزة كنت تنجم أنت تخدم بون عزيزة حاجة واحدة باهي كنت تنجم تخدمها وحدك؟ جامي. أيوة والله العظيم جامي. ها باش نقول لك علاش. أي علاش عزيزة بولابيار دابور سين كوميديان اللي هي بنت الفودفيل، بنت فرقة مدينة تومس، تونس تومس 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 تبع تومي تومس. دونك نقول عزيزة بولابيار بنت فرقة مدينة تونس، مالفة خادمة برشا الفودفيل. دونك جوها انا مشيت للونيفير نتاعها خاطر انا اول مره نعمل البوفون والفودفيل والكوميديا ذيكا، وتجم تجم تقول مسينا زاد حتى البيغليسك شويه. دونك بالنسبه ليا انا بيغليكس ما فهمتش انت حتى تصرني نكمل لك الهدره. اما كونت اوني دو في سبيكتاكل والنص مبني على زوز ملاش عملوا له حاجه اسمع ياسر فماش حاجه نستاذ ديما كيك قلت لك كي نبداو زوز في مسرحيه كوميديه من نوع هذاك هي سبب نجاح المسرحيه هي وجود عزيزه بولابيار اصلا. لو كان عملت وان مان شو ما كانش تنجح النجاح هذاك، هذاك اكيد انا متاكد منه. دونك عزيزه بالعكس لوجودها فوندامنتال في المسرحيه ما فيش شك. قناعتك الاجابه ولا لا؟ على الاخر على الاخر بالطاب نتاع ستيلو يودي صاحبي بالطاب ستيلو يا واحد. ليه تحيه ليك عزوزه و تحيه لعزوزه وتتصور روحك وربي يفضلها المسرحيه نتاع زيد كام كام خليك نحكي قول لي المسرحيه نتاعكم بارابور للمسرحيات الاخرين والنجاحات. فما مسرحيات وين ما نشوف فما مسرحيات المسرحيات قلت انا بالحق قلت مسرحيات الانيماتور الكل يعملهم نورمال عادي ساعات تجيني تسقط في النطق عادي جدا الحكايه. هما بالعمل هذا يعطيني حبوب راهو لا ولا بغيت حتى حرب وش خطيني. دونك المسرحيات نتاعكم ونجاح فما نجاح في المسرحيه والحمد لله باش تقعدوا تواصلوا بها وتبدلوا قروا على العالم بقى بسم الله جوتوش لو بوا ولدي شيء والله شيء ما انت ما ننفسش راني هكا قلبي كبير ومحلاني. دونك شنو نشكو في روحي على المباشر. دونك معناتها تخمم انكم تزيدوا تطويل تطويل المده نتاع المسرحيه تبعتني نتصور المسرحيه نركز اما شو عمل يوم هذاك تقعد تعرض. شو اقول لك حاجه مثلا اعطيني اكبر قاعه في تونس في الجمهوريه اكبر قاعه عروض قداش تهز 700 700 يعني انت كي تعمل 100 عرض قداش 700 نعبد 700% 7000 7000 يعبي وصاله راه دونك المسرح قد ما تعرض مازلت ما استوفيتش الجمهور اللي عندك 70000 غلطين احنا من الكالكولاتريس بالحق 70000 700 في الالف 700 في تفضحنا في ال 100 700 دونك ريزيومون سي با غراف والله دونك قد ما تعرض في تونس وقد ما تقدم للجمهور المسرحيه نتاعك يعني ستادير في العرض نمره 200 يجيك جمهور اللي عمره ما شاف المسرحيه وانت مازلت في العاصمه ما تخممش حاجه اخرى تكتبوها علاش نخمم المسرحيه مازالت عايشه علاش نكتب فيها فما مسرحيات عندها 35 سنه تعرض معز في لندرا باغ اكزومبل تمشي لتشيلتنهام ولا تمشي نقولوا احنا رايفل ميديا ولا للمسارح الموجوده المسارح الصغار في لندرا تلقى مسرحيه شكسبير باغ اكزومبل عندها 37 ماتوا الممثلين ماتوا الممثلين وتبدلوا والمسرحيه تعرض يوميا يعني تجم اليوم توفى ممثل لا قدر الله ان شاء الله شر برا وبعيد غدوه تلقى لا ميم بيس كي جو سور سين افيك دي دوت اكتور ساعات يقول لك بيس تبدا في لابوجي نتاعها وقتها واحد لازم يقطع يقص عليها هكايا باش هي ما لا تقعد ديما يذكروها ما تسيحش وكل لا بيس تقعد ديما تعرض ديما تعرض حتى لين تولي ما عادش اكتواليتي وفما دي بيس ما همش مربوطين بالاكتواليتي كيما فركه صابون بدات بعد الثوره ولتوا تعرض خاطر ماهيش مربوطه بالاكتواليتي فما دي زانجكسيون صغار
قد ايش 700% 70000 فوالا 70000 يعبي قد ايه راس عمال وريه له محمد شوفه شوفه عملت يحسب معناتها فريمون يحسب بنزورني 700% اي في المية هذيك مش في ال 1000 7 زيد 4 7000 7000 ولا غلط في الحساب ولا 7000 طلعت انا صحيح لا مش نورمال اليوم مش نعبدوا على على الانترنت باش يفتحونا يقول لك راهم وحده وعنده ربع ساعه يحسبوا 7000 7000 7000 تيران رادس قد ايه هزوا له سهيل قد ايه هز تيران رادس هلا 36000 قال لك 46 نقص 10000 نقص 10000 دونك وقتاش تموت المسرحيه كي تسجلها تنزل وتبثها عليه على خاطرك وقتك ولي وقتها دخلت البيبليك الكل وشافوها الناس الكل وما ان شاء الله باذن الله ايه باذن الله هاو سكوب عندك ايه كان يعني ربي ان شاء الله يطول في عمارنا امين يا رب العالمين سي كانت قبل خاطر التلفزه الوطنيه تعمل حاجه حلوه ياسر وسيختو توا الوطنيه الثانيه قاعده تبث في مسرحيات حلوين برشا امين والناس تعرفت على المسرحيات هذه يزي اغيت امين والناس تعرف لا يا مان دونك والناس تعرفت على المسرحيات القدم اترافير البث اللي تعمل فيه افلام ولا مسرحيات وبالحق يعني فما دار لهنا قاعده تتعدى في الوطنيه الثانيه سي تري تري سامبا الفازه هذيك دونك انا كادو من عندي للوطنيه الثانيه سكوب يا جماعه جو دي بيان الوطنيه الثانيه كادو من عندي كونه في يوم من الايام نهزوا كيت من الوطنيه الثانيه ونسجلوا مسرحيه فركه صابون هديه من عندي انا للوطنيه الثانيه ويقعد وثيقه في الارشيف تتأرى خاصة فنانة كبيرة برشا برشا لا كوم عزيز أبو لبيار يعطيك الصحة هذا حلوة حلوة هكا مدام شادية خبيرة في بالك بالموضوع وتازم تتصل بينا شو تولي يا ولدي بعد الميسيون باش طلعك البيرو الفوق كانت فما خلية قبل لاهية بالشيء هذايا في الوطنية سيتادير وقت انا كنت موجودة لهنا ولا مش هون انا وين كنت تشري المسرحيات من عند المسرحيين بسوم رمزيه كي شويه وتسجلهم ويقعدوا موجودين في الارشيف نتاع التلفزه وانا نوعدكم نعمل لكم اون فيرسيون سبيسيال تيلي هاكا التزام هو هذيا الكاسيت باش تقعد عندنا لا على خاطر مهم كونو تسجل افيك دي جون بروفيسيونيل فهمتني وانا علاش نحب نعطي المسرحيه للتلفزه الوطنيه على خاطر ما فماش اكثر برودوي يجم يكون في في مامن يكون عند الوطنيه خير مش عند الحمد لله يا ربي انت كنت بروفيسيونيل الوطنيه سامباتيك على الاخر والله والله ولا سامباتيك انا شوي تري تري كونتونت عندكم ساعتين عندكم ساعتين بث بلوشي باسم يوسف واحد انا كنت نتبع حسابه باسم يوسف 70000 طلعت الحكايه غلطوا فيا كلكم 70000 ولا 70000 70000 طلعت معناتها انا صحيح قال انا غلطه انا غلطه اي كلكم غلطتوا مش كان انا مش كان انا حبوا تغلطوني باسم يوسف ومصر والاجواء هذيك الكل احكي لنا شويه شو تعمل في مصر انا كنت ماشي قبل الثوره نتاع تونس نورمال صححت كونترا اش بيك اغيت عجبتني قبل الثوره نتاع تونس اي خاطر فما الثوره نتاع تونس الثوره نتاع مصر قبل الثوره نتاع تونس ايوا يا اخي تعطلنا خاطر صارت الثوره دونك عملنا غنيه مع جميع مصاروه ايزي ماس يضحكوا فيا انا جمعت بين الثوره التونسيه والثوره المصريه دونك شيت بعد الثوره نتاع تونس ومتاع مصر ومال مين تصور مش كتو تشوف كتو خلي لك سمعت تفلي يا تعمل ياك ثوره عطيه على ضربوا بمخده ضربوا بمخده خلي يسكت نورمال علاش ضربوا بمخده عاد عندنا الشعب الكل اي 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 ما حبش نسميها ثوره انت مشروع ثورة مشروع مشروع مازلنا في وسط الثورة احنا توا دونك مشيت لمصر عملت اغنية مع برشا جروبات مساروة كيما كاريوكي كيما مسار اجباري تعديت مع باسم يوسف وقت اللي رجعت لتونس بعد الثورة بتاع تونس والثورة بتاع مصر وبعد عيط لي باسم يوسف تعديت معاه غاديك دونك باسم يوسف الحكاية جات بعد ما عملت تورني كامل في مصر وغنيت في برشا مسارح في مصر كيفاش قبلوك غاديك؟ والله يقبلوني يقبلوني جوست عندهم مشكله صغيره نتاع اللهجه التونسيه اي ما يفهموش في برشا فرونسي واحد وكل اي جوست تحاول تبسط لهم الكلام قبل ما تغني وتحاول تفسره لهم تنقص شويه من الكلام الفرنسي عندك الكلام اللي جاي من الفرنسي تنقص منه ويفهموك بعد وستيل زاد خليته شنو المشكله راهو ستيل سوبي راهو سمعوه ستيل سوبي يسالوك الكلمه هذيك شنو الكلمه الاخرى شنو سي بون بعد يفهموا معناها النجوميه في مصر عندهم نجمين يحبوا يسمعوا يحبوا ينفتحوا على يحبوا ديرنيامون ولا يحبوا اي باهي خاطر عندهم هما مشكله مش علينا احنا اي مشكلتهم هما احنا نفهموا المصاري نفهموا سوريا سوريا نفهموا الخليج نفهموا اللهجات العربيه كل العرب تعلمنا اللغه العربيه نورمالمون هما يحاولوا انهم ينفتحوا على على اللهجات الاخرى باهي والنجوميه في مصر
خير تخدم حط بحذيك بعد ما تعديش الغادي. النجوميه في مصر مصر ما تنساش احنا بارابور لمصر الشعب نتاعنا اقل من الشعب اللي في مصر. النمو الديموغرافي اقل من 70000 حكومه عندهم احنا ريت اربع قديش 11 مليون في ترقام في ميدان التحرير معناها في الثوره المصريه مش في الكثره اخويا نحكي لك معناها كي انت تتعدى في مصر يعملوا لك الشعب المصري شطر وفيو كاينك نقول عليها ما وسقعتش ديما مدود على خاطر فهمتك روح ايمن اي اي ونسيت ونوصل دونك غاديك الشهرة بيان سور اكثر على خاطر العباد اكثر ومصر متفتحه اكثر على البلدان الاخرى العربيه الكل معناها ما تنساش مصر قطب ثقافي مش كيما في تونس توا مازلنا نحاولوا ان نعملوا ونحاولوا ان نغنيوا بيان سور نحاول باش نرجع معناها ان شاء الله معناها ولا حفلات ولا حاجات ولا مش قاعد نحاول توا عندي مشروع قاعد نخدم عليه ان شاء الله ربي يسهل مع اخوين شوقي خرج مع اخوين شوقي سكولا ومعز ميكينج اوف بعد بشوي بشوي بدا يظهر ارتو ام بدا صوت يتسمع في التلفز والراديوات بعد الثورة خرج لنا بغنيات مش نورمال كيف انا تونسي من بدن رفع راسي بعد اوباما وغيرها جايك للامريكا اوباما ولد بلادك من الافريكا اوباما العزوزة تسلم عليك أحسين خمسة واللي خميس عليك وباما حتى لك أسكرو تنضوح يعمل لك غنية ولحنة بالجيتار مش أهرت وامر مصر وامل لنا غنية مع فنانين مصريين شفنا معاه أنيس راي غنية مش نورمال حتى هاي بعد جاب لنا آلة موسيقية غريبة جابها جديدة زمارة عمل بها لقاء دار ثقافة كل عادة حاول يعمل برنامج اسمه إيش قال ورغم المصاعب والمشاكل والإرهاب والحوار الوطني أحب بيكم في برنامجي أنت به أشقى وخير وقيل ما سألش فيه ربي وتوا تنجم تسمى مهدي أرتو أم في التجربة مع الرديون في فقرة أرتوميات إن شاء الله ربي سهلك في أرتو أم سمعنا كان نسينا ما ذكرناش لحكايات الكل خاطر تبارك الله ليك حربائي كل مرة تعملنا حاجة كان معكم مروان مارك في برنامج اللماتو مشاهدة طيبة للجميع محليك فرتاس محليك البيتير والله محليك فرتاس ليه هكا شاب عايزك وتيتو كخان غازي نحكيه على الفرتاس ساعة ميرسي مروان على ميرسي على البيتير وين ميرسي شو البيتير شو عند البيتير فيديو تيلي رياليتي أرتوي فيب نعديو في المعلومات الغالطة احنا للسادة المشاهدين واللي انا ما نعرفش الحق شو والله شو معناتها الفتية المال الفيحة فقرة تي هي فقرة في فقرة في فقرة المصورة التيار شنية تيريستر بي نساكل القوس نساكل القوس اما شاب اصلع ولا بشعر بشعر ولا وانتي وانتي هكا خير هكا خير والله صغرته بالحق محليك هكا ما حتى مقرع محليك والله انا من العباد اللي ما نجمش نقعد في نفس اللوك برشا وقت لازمني نبدل نقلق توا اللي تو زاد موتي الريجي ولا ار ان بي روحوا ايمن يقعد نعم وي الريجي ولا ار ان بي
باهي اسمعني، غني لي غنية ساعة هي طيرت الألوان، غني لي غنية. اش طيرت بالضبط؟ غني الطابو نتاع الستيلو. نتاع الستيلو. عندي مشكلة معاها من قبيل اللوجة عليها. لا والله لا، هكا هكا ديما. ستريسي خاطرك. يا ولدي خاتيني علاش ستريسي؟ صلي راني بيه مرتاحة هكا وتقول في دار، تقول في سالون تاع دار. انسى سهيل اللي يصور فيك وتو ترقد شوية. سألوني الناس. هات الميكرو غني غنية، برحمتك والديك غني غنية، خاطر نسمع في بكري تغني في أم كلثوم والله ماكش دوني. يا اللي يجيب شو يقول لك. والله العظيم ما أحلاك، فازي جو. باهي شنو نغني لكم؟ أم كلثوم اللي كنت غني فيها. يا حبيبي. فوالا. عيما بعضنا عاد. يا حبيبي اللي لو السماء ونجومه قمروا قمروا سهروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا ترارارا كلنا كلنا في الحب سوا، ما خدتش فاس في الحب سوا تيرارارارا والهوى اقبلوا الهوى تيرارا والهوى اقبلوا الهوى اه يا هوى سهران الهوى نعتذر على هذا الانقطاع. يعطيني الصحة صفقة عليك. ونواصل دوت برنامج اللمعة على الوطنية خيمة. شكرا لك. أجل وهو كذلك يا الميكرو اللي كنت تابش غني نعفين. رد بالك. والله يقتلوني عليهم بعد. تخافش. يوب. أنا تونسي؟ أي أنا تونسي. أنا تونسي بين البلدان رافع راسي. أنا تونسي في أغدى غشيمة لبختي واي اي 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 اليوم الثورة والانتفاضة شباب تونس في الأراضة البلاد كانت ممرضة وعصرونا كل مناضة شدوا تونس بالسيف شديناهم بحجر الروسيف هذا زين البلاد مش بلاد الزين وكل سرق يتقاضى 12 مليون تونسي جندي بابا خويا ولدي غنسامبل موند شياندو بهدي ملي شات لخسيدي الشارع شانا حبوا التغيير مش الصانة بعصينا وحجرنا حصرنا الكلاب كلنا غادي انا تونسي بين البلدان رافع راسي انا تونسي في اغدى غشيمة لي بختي واي يا يا انا تونسي بين البلدان رفع راسي رفع راسي انا تونسي في اغدى غشيمة لي بختي واي يا 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 23 سنة زكمتنا النوى توا جاي تقول فهمتنا ما هو من اللول تستبله فينا لنقوينا عملنا الشو بالروح بالدم pour le drapeau سيرقونين بقلبو لازم يتحطوا في قلبو تونس ثوري بقلبو والمليشات اللي هربوا هربوا لازم باش يتشدوا وسنايبر اللي في يدو بحجرنا نتحدوا التونسي شكون يقدو انا تونسي بين البلدان رافع راسي انا تونسي في اغدى غشيمة لي بيغتي واي يا 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 انا تونسي 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 بين البلدان رافع راسي انا تونسي في اغدى غشيمة لي بيغتي واي يا 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 اليوم الشعب التونسي تحرر اليوم الشعب يقرر اليوم تعبر وتخبر وشفنا حدود الصبر هذا قدر تونس المسطر يتصلح اللي تكسر كلنا عسكر جبنا النصر رجال تونس حد ما هم قصر مفسر جبنا الحرية بدم الشهداء شوف التونسي اليوم لبلاد وشهداء اليوم تنجم تقول لا وألف لا تونسي بين البلدان رافع راسي انا تونسي
كيف دغشي مالي بيختي أنا تونسي من البلدان فراسي راسي أنا تونسي كيف دغشي مالي بيختي إيوا يا 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 ياسر شباب ياسر مقليها ليه؟ أنا تونسي معناتها تحكي علي عليك فيها انرجي حلوة فيها حاجة من داخل بالحق أغنية من الأغنيات اللي تكتبوا في أقل وقت وموزيكا نتاعها تخدمت في أقل وقت وتسجلت في أقل وقت معناها خاطر حاجة من داخل هكا نهار 14 ولا نهار 13 نهار 14 هبطت الأغنية إي صعيب باش تكتب لنا حاجات أخرين كيف ما هكايا ياسر عنده برشا أغنية إي في سمعت أما أكثر وحدة الحق تعرف بلي قعدت في بالي هي أنا تونسي يمكن خاطر أنا خاطر تحكي علي خاطر تتعدى ياسر لا خاطر أنا عجبتني وكا هو صحيح لا ما تنساش زاد أنا مقصر في حاجة أني مش قاعد نصور في أغنيات في كليبات دونك هذيك الحاجه اللي تخلي الاغنيات مش كلهم يوصلوا ممكن انا تونسي خاطر برشا شانات عملوا لها كليب ملي صار في الثوره وكل شيء كنت تو البروجي اللي قاعد يحضر فيه تحضروا فيه اي ان شاء الله يعني باش تحكيوا لنا عليه باش تحكيوا لنا على البروجي تي شويه برك التفاصيل سينوبسيس فما تنقول لك كيفاش نحكيوا هكا من هاك اوتور ما يكلموش عليكم امان ان شاء الله قاعدين نحضروا في سبيكتاكل شو موسيقال لا هو كوميدي موسيقال لا هو منشو لا هو حاجة جديدة مش تكون فيه الفرجة والموسيقى والضحك والذمار والغناء التونسي الصحيح 100% نقول نو 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 ما تقولش شو معناتها الغناء التونسي الصحيح فما لون غنائي متروك يواتي برشا مهدي يرتوام على خاطر مهدي الأزرق للي ما يعرفش مهدي عنده سيان كوميديان ساعة من كوميديان يعني يجم كوميديان باش يلقى روحه على باش يلقى روحه يتلون ويدور هكا فريمون اي كومبوز تري تري بيان ومرتاح مع بنو يجم يكون سور سين يعطي 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 فرجه وشفتوه ديجا كي يتعدى في لي بلاتو اون جينيرال يعني ما يغنيش هكا ستاتيك فهمني قديمه هذا يغني دواق قاعد عامل هكا لا سيتادير اي كومبوز اي في دي شوز افيك سكي افيك سكي شونت بي هذا جديد نتاعكم انتم في زوز قاعد يطيب سلا سلا مهدي نتاعكم ثلاثه اي تري بيان انا الاربعه معنا في ملك القارس على خاطر ملك ونحبني يتغبني حاب يدخل البلاتو تحس وندم من بعديك اللي هو ما دخلش معنا دونك هذا هو البروجي اللي عندكم ان شاء الله بروشين مون ربي يسهل فيه فما شي حاجه اخرى تحضروا فيها ان شاء الله معزز انا أبار ان شاء الله مهدي لخاطر قاعد هو اداره الموسيقى عنده هو استدي قاعد يلم في الماتير اللي باش نخدم عليها ان شاء الله بيان سور افيك ايمن اي تو انا فما اون بيس كملت كتبتها اللي هي في تياتر كونتومبوران مي خايف منها شويه شلون مخوفك منها مخوفني منها خاطر السوجي نتاعها تابو على الاخر و سي تعدينا عاد احنا سي نجمو نحكيو في اللي في لي سوجي تاعها هي في قلب الحدث ما منحبهاش تشوفوشي على فرك صابون سي بور سا قاعد فريمون نستنى في لو مومون ايديال باش نخرج العمل هذايا اللي هو تقريبا حاضر فهمت حاضر اي ديما فما تروتيش هاو توت فاسون فما تروتيش انا من النوع اللي جو في مينيموم اون ترونتين دو فيلاج دون لي كونديسيون دو لافون بروميير افون دو لونسي ان سبيكتاكل باش كي يراو العباد يراو رودي يعني يراو ان سبيكتاكل مقريس ومور واضحه مي مازلت خايف منه مازلت خايف منه هو ساكنني في مخي هكا وساكن فيا على الاخر انا مازلت خايف منه شويه بالحق خافش. ان شاء الله نلقى الفرصه والشجاعه باش نخرجوا معز التومي نورتنا بالتوفيق ليكم ميرسي انفينيمون على حضوركم معنا يعطيك الصحه ليك انت ايمن الماجري سكولا من سامحني بربي كان انا معموله هكايا وما عرفتش نجاوب بيه سيريوزمون مهدي التوام يعيشك انتم محليكم خاطر جوكم هكا سمباتيك انا اول مره نتعدى سبونتاني في تلفزه يظهر لي يظهر لي مني انا هذا مني انا خليته مرتاح يا فون دوبلي قبل ما ننسى نحب Merci à toute l'équipe de Azouz Achou et aussi toute la famille de IFM. IFM, bien sûr. Tout le monde, sans exception, toutes les émissions. Merci à tous. ماشين السوبر ريت زيرو بري اللي هي
عطار عملته الفونداسيون تاع اي اف ام ببلاش واللي ما عندوش يهز بلوشي وان شاء الله يا ربي العطار موجود هو في برشا بلدان في العالم لكن في تونس اول مره عطار بلاش والناس تنجم تساهم وتدخل على الباج تاع الفونداسيون سوبر تري تري بيان يعطيكم الصحه ميرسي على وجودكم معنا وقتنا احنا وفي وغدوي كتلقاوني بيان سور ان شاء الله تاو نخليكم مع كافي بوليتيك مقبل تشوفوا بارودي مع مروان ماك بيزو مع الوطن اثنين انتي بغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد يركز وما يبكيش وكان تمشي في العشرة تتضرب بالعجلة يتيح الباراشوك تجري ولا ما تجريش انتي بغية واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد يركز وما يبكيش وكانت تمشي في العشرة تتضرب بالعجلة يتيح الباراشوت تجري ولا ما تجريش انتي بغية واحد يكون دم بارد ساكت ديما جامد يخلص وما يبكيش وكانت تمشي في العشرة تتضرب بالعجلة يتيح الباراشوت تجري ولا ما تجريش ما نلقش ليك وما تليقي ليا تشويت وتكويت وين البلدية أنا ما نلقش ليك وما تليقي ليا تشويت وتكويت وين البلدية انتي 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 ايه انتي الحفرة انتي ايه انتي 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 ايه انتي الحفرة انتي ايه انتي بغية واحد يكون دم بارد ساكت ديما جامد يخلص وما يبكيش وكانت تمشي في العشرة تتضرب بالعجلة يتيح الباراشوت تجري ولا ما تجريش بلدية ما بغاتش تفيق حفرة في كل طريق الضوضان بها ما نفيق ونزيد نخلص خطية الرلمورة هو تفلق والعجيني ولات تبقبق والكاردون زاد تشق ميكانيسيا ما حن عليا انتي بغية واحد يكون دم بارد ساكت ديما جامد يخلص وما يبكيش وكانت تمشي في العشرة تتضرب بالعجلة يتيح الباراشوت تجري ولا ما تجريش ما نلقش ليك وما تليقي ليا تشويت وتكويت وين البلدية أنا ما نلقش ليك وما تليقي ليا تشويت وتكويت وين البلدية مرحبا بكم في كافي بوليتيك. يوم كان حافل بالأحداث اليوم إلى جانب الإضرابات فما أحداث كذلك على المستوى العمل الحكومي على العمل الحزبي وكذلك المجتمع المدني اللي ديما نشط في تونس. لكن ربما لفت الانتباه اليوم أخبار يتعلق بزميل الإعلامي سمير الوفي إصدار بطاقة إيداع في السجن ضد سمير الوفي في انتظار أن يحال أمام القاضي نهار الأربعاء الجاي. سمير الوفي متمسك بأنه يقوم بعمل استقصائي وأنه يبحث على سكوب وهذا يدخل في إطار عمله الإعلامي، بينما النيابة تقول اللي هذا يدخل بتهمة الابتزاز والتحيل. على هذاك اليوم مش نحكيه على الصحافة الاستقصائية وين الحدود متاعها وين تبدأ وين توفى، كذلك باش نشوفوا الصحافة الاستقصائية الخيط الرفيع اللي يفصل بينها وكذلك بين العالم الآخر اللي هو عالم المال وعالم السياسة. وقتاش بدأت الصحافة الاستقصائية؟ خلينا نبدأ معاكم ساعة بالمركز الدولي للصحفيين اللي أعطاه تعريف للصحافة الاستقصائية ربما يكون صعيب شوية لكن نتاو نحاول نفكوه شوية اليوم في الوقفة هذه في كافي بوليتيك. المركز الدولي للصحفيين يعرف الصحافة الاستقصائية ويقول هي مجرد سلوك منهجي مؤسساتي صرف يعتمد على البحث والتدقيق والاستقصاء،
حرصا على الموضوعية والدقة وللتأكد من صحة الخبر وما قد يخفيه انطلاقا من مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد والتزاما بدور الصحافة ككلب حراسة على السلوك الحكومي وكوسيلة لمساءلة المسؤولين ومحاسبتهم على أعمالهم خدمة للمصلحة العامة ووفقا لمبادئ قوانين حق الاطلاع وحرية المعلومات. هذا هو التعريف متاع الصحافة الاستقصائية. وقتاش بدأت الصحافة الاستقصائية؟ وقت هو تاريخ متاعها؟ ما هيش قديمة برشا، هي في الولايات المتحدة الأمريكية ربما ظهرت في أوائل القرن العشرين، بدأت وقتها بمؤجل مكافحة الفساد ثم غابت شوية عن الأنظار، ما فكانش عليها إقبال كبير برشا، وعادت في قضية ووترغيت ونيكسون وتعرفوها القضية هذه كله، كان سبب الفضيحة متاع ووترغيت هذه هي مجموعة من الصحفيين اللي بين ظفرين يقولوا أطاحوا بنيكسون بعد ما انكشف أمره وأجبر على تقديم الاستقالة. نحكي شوية في الصحافة الاستقصائية منهجيا علميا، لأن هي في الأخر بكل تعتمد كما البحث العلمي تعتمد الأسلوب المنهجي العلمي، ماشي هكاكا ماشي الصحافة الاستقصائية. نحكي في هذا الكل مع الأستاذ أمين بن مسعود الجامعي والأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. أستاذ أمين مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا أستاذ أمين. كنا نحكيه منذ قليل، أنا كنت نقول أنه فما خيط رفيع ورفيع جدا بين الصحافة الاستقصائية وبين العالم الآخر، لدرجة أنه ربما الصحفي سهوا أو قصدا يخطئ فيقدم على نوع من الممارسات ولا يدخل في بعض التفاصيل اللي هي تتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي. وين تبدأ العمل بتاع الصحافة الاستقصائية وين توفى؟ أولا أستاذ إبراهيم، الصحافة الاستقصائية تبدأ من حيث تنتهي الصحافة العادية اليومية التي عادة ما تقتصر على نقل الخبر ونقده. الصحافة الاستقصائية تبدأ من الواقع المعيش للمواطن، بمعنى أنها تسعى إلى كشف القضايا التي تهم الرأي العام ولكنها في نفس الوقت غائبة أو مغيبة عن الرأي العام وعن الشعب ككل. يعني ما يهم الرأي العام من قضايا ومن أمور ومن قضايا هامة، هذه من ناحية أولى. من ناحية ثانية، أن الصحافة الاستقصائية بتاريخها، لو تتبعنا الصحافة الاستقصائية منذ ووترغيت إلى يوم الناس هذا، نرى أنها أستاذ إبراهيم تسعى بالأساس إلى إحراج السلطة التنفيذية، بمعنى أنها سلطة صحفية بذاتها تقوم على أساس المراقبة، تقوم على أساس المتابعة، تقوم على أساس الكشف، كشف الخبايا وكشف الخفايا وكشف الإشكاليات، وبالتالي فهي تقوم بصيغة المراقبة على السلطة التنفيذية وعلى عمل السلطة التنفيذية، على اعتبار أنها المنارة إن صح التعبير والقاتلة والرافعة لما يهم المواطن من قضايا مهمة. عندما نتحدث عن الخيط الرفيع وهو ما تفضلتم به أستاذ إبراهيم، ماذا نعني به؟ نعني به شيئين اثنين. الشيء الأول هو تضارب المصالح الذي قد يكون حاضر ما بين الصحفي وما بين الموضوع الاستقصائي. من بين الأشياء اللازمة والواجبة على مديري التحرير أو على رؤساء التحرير أو على من لهم أمر الإشراف على الصحفيين الاستقصائيين أن يكونوا، أن يتربصوا وأن يعرفوا أن هذا الصحفي الذي سوف يقوم بتحقيق استقصائي عليه أن لا يكون هناك نوع من المصلحية في هذا التحقيق الاستقصائي غير إنارة الرأي العام، بمعنى أن تضارب المصالح المادية والمعنوية للصحفي في قضية يحقق فيها هذا خطر وهذا خطأ، هذا خطر على مسيرته الصحفية وهذا خطأ، بمعنى أنه يتنافى مع أخلاقيات العمل الصحفي. هذه من ناحية أول. من ناحية ثانية، الخيط الرفيع ما سميته أستاذ إبراهيم يعني أنه في مستوى الصحفي لابد للصحفي أن يحافظ على هويته، على طبيعته، طيلة عمله الاستقصائي الذي يبدأ من الفرضية وينتهي إلى تأكيد هذه الفرضية أو نفيها أو دحضها وقيام بقصة استقصائية. عليه أن لا ينتحل شخصية غير الشخصية التي هو عليها، وعليه أيضا أن يحافظ على مصادره، وعليه أن يبحث على المصادر المفتوحة قبل أن يبحث على المصادر المغلقة. أستاذ إبراهيم، أنا مؤخرا كنت في عمان في مؤتمر أريج للصحافة
الاستقصائية وقمت بحوار مع سيمور هيرش وهو يعني من أبرز الصحفيين الاستقصائيين في العالم. قال لي سيمور هيرش وقد قام بتحقيقات استقصائية في الفيتنام ومؤخرا قام بتحقيق استقصائي حول الكيمياوي في سوريا، قال لي بالحرف الواحد بأنه لم يلزم في يوم من الأيام على إخفاء هوية غير هويته الصحفي أو ينتحل شخصية أخرى غير هويته الشخصية. خلنا نقف معك لهنا في النقطة هذه بالذات. يعني اللي فهمته منك أنه من بين المعايير أنه لابد أن الصحفي يعرف بنفسه، وإذا كان يسجل يسجل بعلم الشخص اللي باش يتم التسجيل نتاعه، وكذلك ما يقومش بالعمل الصحفي رغما عن الشخص اللي باش يقوم معاه بالعمل الصحفي. نحكيه لهنا على التسريب. هنا نحب نحكي على الفرق بين التسريب وبين الصحافة الاستقصائية، لأنه فما خلط بصراحة في تونس ربما شيء جديد علينا ومش ما يزوش برشا. نحكيه مثلا فما شكون يأخذ لك وثائق من إحدى الوزارات ولا إحدى الحكومات ولا إحدى الإدارات ويخرجها ولا ينشرها على الموقع متاعه ولا في الجريدة متاعه ويقول لك أنا قمت بعمل استقصائي، هذا يصح؟ لا، هذا خطأ، هذا ما يسمى بالتسريب. الصحافة الاستقصائية أستاذ إبراهيم اسمها على جسمها، هي صحافة بمعنى أنها تقوم على العمل الميداني، على العمل المكتبي، تقوم على الخبر، على الاستجواب، على الروبرتاج، على التحقيق، على كل ما هذا، وأنها تقوم لأنها صحافة في جزء استقصائي أنها تتقصى أمور لا تستطيع ما يسمى بالصحافة اليومية المعتادة الكلاسيكية أن تصل إليها. هذه من ناحية أولى. من ناحية ثانية، الفرق ما بين التسريب وبين الصحافة الاستقصائية أن في الأول هناك قصة استقصائية تمتد عبر الزمان وتمتد عبر المكان، في حين أن التسريب يقوم على أساس أنه وصل إلى وثيقة معينة وقام بتسريبها على الرأي العام. هنا نتحدث بين شيئين اثنين. صحيح أن الكثير من التحقيقات الاستقصائية قامت على تسريبات، ولكنها حولت هذه التسريبات إلى قصة استقصائية كاملة. نتحدث على الواترغيت، نتحدث على عميد يطات، نتحدث على كثير من الأمور التي قامت على أساس. هنا وكأننا نقول شنو الفرق ما بين الويكيليكس والميديا بارت. الويكيليكس يقوم على تسريب المعطيات، تسريب الوثائق. الميديا بارت يبدأ من هذه الوثيقة ولكنه يبحث في قصتها، في بداياتها، في نهاياتها، ويسعى إلى كشف الشخوص التي تقف وراءها. أقول بأنه مارك لي هامتر وهو من أبرز الصحفيين الاستقصائيين وله كتب في هذا المجال، يقول بأنه أكثر من 98% من التحقيقات الاستقصائية الكبرى بنيت على مصادر مفتوحة open source وليس على المصادر المغلقة. ولكن عندما يريد الصحفي أن يصل إلى التألق بسرعة ويصل إلى النجومية بسرعة ويصل إلى كذا، فيمشي إلى أمور كما انتحال الشخصية، كما الكاميرا السرية، وكما كذا، واللي هي أمور أيضا يعني أستاذ إبراهيم احنا في تونس نعانيه في شيء باننا ناخذ في اشياء من دون ما نخبر منظومه الصحافه الاستقصائيه. منظومه الصحافه الاستقصائيه اول ما تبدا به استاذ تبدا بما يسمى بمحامي الشيطان. محامي الشيطان اللي هم رؤساء التحرير على الصحفي يسعوا اول ما ياخذوا لوكي، اول ما ياخذوا الاقرار والموافقه والمصادقه على القيام بتحقيق استقصائي، يسعوا ضمن اجتماع تحريري الى تقويض الفرضيه نتاعه، يسعوا الى البحث عن المصادر نتاعه، يسعوا الى اختبار مدى مصداقيته ومدى اجتهاده في هذا البحث. كان قوي بانه قادر على انه يتم هذا البحث، ياخو اوكي تحقيق استقصائي، لو انه ما لقاوش يقولوا له امشي ابحث على شيء اخر. فاحنا عاده ما نخدم الصحافه الاستقصائيه كان الامور الشاو اللي تصنع العرض، اللي تصنع الفرجه، اللي تصنع الحدث، اللي تصنع يعني اللي تقوم بنوع من اللخبطه بالضبط. بسك على النقطة هذه أستاذ أمين، أوسع وأعمق أستاذ أمين تحديد النقطة هذه، شنو هو الفرق اليوم بين البوز والسكوب والإثارة وبين الصحافة الاستقصائية؟ ممكن أن الصحافة الاستقصائية تخلق البوز، وممكن كذلك أنه نعمل بوز من غير صحافة استقصائية. يمكن، مش الهدف هو البوز. أي في الصحافة الاستقصائية ليس الهدف أنك تصنع البوز، الهدف أنك تنير الرأي العام وأنك تفتح الحقيقة وأنك أنت كشف الحقيقة بهذا الأساس. البوز قد يصنع بنوع من البوليميك، الجدل القائم بين السياسيين، الجدل القائم بين المال والإعلام، تقاطع الحاصل ما بين
المصالح المحلية والإقليمية والدولية، كل هذه قد يصنع البعد، ولكنه في الكثير من الأشياء البعد يقتل الحقيقة في الكثير من الأمور أستاذ يعني إبراهيم، وفي الكثير أيضا من الأشياء قد نصل عبر الصحافة الاستقصائية إلى نصل إلى حقيقة. هنا الفرق ما بين الحقيقة بالألف واللام بمعناها الثابت القائم على القصة القائم على الإثباتات القائم على البراهين القائم أيضا على ملف الأساس اللي هو ينطلق منه الصحفي من أول يوم إلى آخر يوم، ثم ما يسمى بالفيشيماتر ذي فايل ذي أستر فايل، يعني اللي أبدأ به من أول يوم إلى نهاية فيه كل شيء، فيه قائمة المصادر قائمة الاتصالات قائمة الوثائق قائمة الناس اللي عملوا معاه المصادر المفتوحة المصادر المغلقة المنهجية الكاملة، وثم في سياق ثاني اللي هو العمل المتاعه الدائم والدؤوب. لذلك الصحافة الاستقصائية هي ثقافة هي عمل دائم وتراكمية سياسية وثقافية وقانونية وتشريعية وأخلاقية، بل ما تكون نوع من التسريب أو نوع من البوز أو نوع من السكوب. به العمل الاستقصائي هو لابد أن يكون جماعي، يعني على الأقل المؤسسة الإعلامية اللي ينتمي لها الصحفي تكون على علم بهذا الموضوع، وعلى الأقلها بشمبار حتى توفر له حتى الحماية القانونية وعندما يسأل، لأنه نعرف أن الصحف الاستقصائي في العالم الكل يتعرض إلى عديد المخاطر. نذكر حتى أنه واحد من الصحفيين تم قتله لأنه اكشف حقائق متعلقة بهذا في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية بالجريمة المنظمة. هنا الصحفي ساعات في تونس نحكيه يضطر إلى أنه يخوض بين ظفرين مغامرات فردية. علاش مغامرات فردية؟ لأن المؤسسات الإعلامية بعضها خاصة الخاصة مرتبطة بدوائر المال مرتبطة بالدوائر السياسية تخضع لضغوطات معينة، والصحفي ربما بطموحه الجامح ولا بحبه للمهنة متاعه ولا بالتساقه بالرأي العام يحب يكشف هذه الحقيقة فيدخل هذه المغامرة الفردية. لهنا لابد أن ننصف الصحفي الاستقصائي في تونس مظلوم من هذه الناحية. خليني أنا نحكي لك بشقين اثنين. الشق الأول أستاذ إبراهيم هو اللي حكيت فيه على مستوى الصحافة الاستقصائية في تونس. هناك إشكال في تاريخ الصحافة في تونس يحول دون تكريس وتكريس الصحافة الاستقصائية في تونس. الأمر الأول أن الصحافة في تونس بنيت على الدعاية والدعاية المضادة، وهذا مضاد لبنية الصحافة الاستقصائية القائمة على الحقيقة. الإشكال الثاني بأنه النموذج المتبع في مجموعة كثيرة من الصحافة التونسية هي النموذج الفرنسي عادة الذي يقوم على صحافة الرأي وصحافة النقد وصحافة التحليل والتفسير وليس صحافة التنقيب والكشف والبحث، اللي هي حبينا ولكن أنا صحافة الاستقصائية هي من التراث البريطاني من التراث الأمريكي وليس من التراث الفرنسي، وحتى الصحافة الفرنسية بدأت الآن تقوم بمتابعة وتتبع مسار الصحافة الاستقصائية الأمريكية. هذه من ناحية أولى، فلذلك لابد أن يقول لك أنا أنه الأمور فيه الكثير من الحفريات والتأصيل حتى على مستوى علوم الإعلام والاتصال وليس أمر يؤخذ على عواهنه. النقطة هذه من الناحية الأولى. من الناحية الثانية هناك شيء يعني أستاذ إنه الصحفي الاستقصائي الذي يبحث في أمور مهمة وفي أمور خطيرة لابد أن يستعين بالمشرع القانوني. يعني ما نجمش أنا نعمل تحقيق استقصائي يهم قضية فساد لرجل أعمال أو رجال أعمال أو كذا من دون ما يكون معايا صحفي استقصاء عفوا يكون معايا محامي يراجع العمل متاعي لاين باي لاين اسمها لاين سطر بسطر. وقبل أنا ما التحقيق الاستقصائي متاعي يخرج يعني الشبكات العربية للصحفيين الاستقصائيين المحترفة والمحترمة هي عندها عقود عمل مع محامي. قبل ما ينشر التحقيق لابد انه يمر على محامي، هذا المحامي يبت في المعطيات الوارده يقول لك اين اخترقت القانون اين لم تخترق القانون، فهو في يضمن سلامه العمليه تونس. قانونيا لذلك كان كملنا في 10 ثواني لانه ما عندنا وقت لو كان كملنا في 10 ثواني سي امين لانه ما عندنا وقت
هذا هو الأساس، بمعنى أنه الصحافة الاستقصائية هي ثقافة كاملة، فيها العمل الجماعي، فيها تقاطع مع القانوني، فيها تقاطع مع الأخلاقي، وهي ليس فقط عمل للفرجة أو لعمل لصنع ذات في تاريخ الصحافة. شكرا لك، شكرا جزيلا، وضحت لنا برشا حاجات، نورتنا بحضورك لو أنه عبر الهاتف الأستاذ أمين بن مسعود، جامعي أستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. كملنا اليوم كافي بوليتيك، ربما الكونكليزيون نجم نخرج بها أنه الصحافة الاستقصائية بعيدة برشا على حاجة اسمها انتقام وإلا ابتزاز وإلا نشر غسيل وإلا هتك أعراض، لأنه هي في النهاية الغاية متاحة هي كشف الحقيقة وإنارة الرأي العام. شكرا لكم، وغدوة إن شاء الله كافي بوليتيك جديد. فرج في اللمة ضحك وتفريك مش لغة بوليتيك، لما عالمية للاعة الوطنية قاعدة ياسر مزيانة صافي إيجا بحضانة، فن وثقافة ما ننسى وش الكورة الوطنية اثنين قاعدة